تبقى ضربة البداية. مقالي ومقاله أستك منه فيه. أنت شديت أوي ليه كده؟ لا، أصل في مشهد أو مشاهد بتحصل دلوقتي بتذكرتني بسعيد صالح، كلها ترجع لا ما أصله أستك منه فيه. ما نشوف، لا نشوف الأول عشان نفهم قصدنا إيه. ولا الجزمة وغوط في الطين وامشي حافي ولا يجرى له حد. اقصد منه فيه وامشي بالليل في الضلمة ولا خايف. اخاف من ايه؟ اقصد منه فيه. ومشربش اللبن بالليل. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. ليه؟ اشرب اللبن بالليل ليه؟ ما هو اقصد منه فيه. إذن كل شيء يقدر يعمله لأنه أستك منه فيه. إذن هو بسبب الأمور أستك منه فيه. ما لعبش كأس العالم ليه؟ أستك منه فيه. ما خدش يروح ليه؟ ما خدش أعلى رعاية ليه؟ ما هو أستك منه فيه أهو. إذن عندما يعني تغيب عنك الأسباب الموضوعية ويستبد بيك الياس، مفيش حاجة غير إنك تسقط على أوهام. الراجل أستك منه فيه بيحلله مشاكل. كل حاجة بيقول أستك منه. على فكرة هو كمل حاجات، كل شيء المفروض يحصل لأنه هو أستك منه فيه، لابس شراب أستك منه، إزاي ما يحصلش كذا وحاجات كذا. فالنهاردة وكأن المعايير ملهاش علاقة، الواقع ملوش علاقة، المنطق ملوش علاقة. المشهد استحضرني كده، فكرت فيه يعني بالطريقة دي. يعني أتمنى الناس، يعني هو كتر الكلام على الأهلي يحل مشكلتك. يعني أنا لما أكون أنا وحضرتك بنعمل إيه؟ بنتكلم على الأهلي وإنجازاته. أيوة. لما المنافس بتاعي يتكلم عليا حتى بالسلب. ليه؟ لا، عنده أسبابه، عايز يسخف من إنجازاتي، عايز يبان إن ماليش الحق. والمدهش، ماليش الحق محليا، ماليش الحق إقليميا، ماليش حق شعبويا، ماليش الحق عالميا. غريبة جدا ان كل الدنيا، حتى في مجال لما تكرم كمؤسسة تاخد جايزة الابداع، لانك المؤسسة الاقتصادية اللي بتواجه اصعب الظروف بعمل مؤسسي ناجح، لا برضه اشمعنى؟ فانت حليت كل مشاكلك بكلمة اشمعنى وليه واشمعنى. فعندما لا تواجه يا استاذ ابراهيم، لو حضرتك انا فضلت انظر الى نجاحاتك، ان انا ليه طب ما افكر انا، هو اولا ليه الراجل ده كده؟ هل صحيح لانه قريب المدير؟ هل صحيح لانه مش عارف ايه؟ هل صحيح لان حد بيجامله؟ ولا اكون موضوعي ان انا طب ما احاول اعمل المدهش، ان احيانا يقولك احنا بنعمل زي كابتن صالح مثلا، اما يحبوا يضربوا ناس بالناس، يعني احنا بنعمل بتحقق نجاحات لما بتعمل. لا، طب ما هو انت لو ركزت على نفسك، لان لما تتكلم انت كمان عليا من يتحدث عنك؟ انت مركز الاهلي ليه؟ الاهلي ليه؟ الاهلي ليه؟ مع ان ايه؟ ويرجع يقول لك ما انا دوري وكاس، انا دوري وكاس اسك منه فيه، دوري وكاس اسك. خلاص، دوري وكاس في مجالها، في مجالها، لا ليه علاقة بالشعبوية، ولا ليه علاقة بالرعاية، ولا ليه علاقة بكأس العالم للأندية، ملهاش علاقة بالحاجات دي. دي في سياقها، لما نقول مين البطل السنتين اللي فاتوا يقوم يقول أنا. لو حد قال لك بقى لا أصل أنت ومش عارف إيه، هتبقى في ديبيت. أصل الفار ومش الفار، وأصل الفار جاملك، هيبقى في ديبيت. إنما ديبيت منطقي إنك تقول أنا البطل، لأنك أنت عندك الدوري وعندك الكاس، أيا كان بقى جولك ازاي وما جولكش ازاي، ده الديبيت او الحوار اللي المساحه اللي تدور فيها، وده حق. لكن كل حاجه ليه بيحصل للاهلي؟ هو الدنيا كلها بتجامل الاهلي، فليكن، يبقى الاهلي يستحق المجامله. لازم الاهلي ده حاجه جامده جدا عشان الدنيا كلها تجامله. لما تشهد مشهد ان موجود
حسن حمدي، كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب في منظر، في مشهد رائع يكرم، موجودين هناك حاجة حلوة. والحفاوة التي استقبل بها، ارجع للأسباب الموضوعية عشان تقدر بسرعة تلملم أوراقك. لكن هتنسبها ان انا رغم ان انا اسك منه فيه ما بيحصليش كذا، هتفضل تشده كده لساعك، تشده كده لساعك. ما هو انت ما بتخرجش بره المفهوم ده. ادي الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب في مدرجات استاد لوسيل في نهائي البطوله امبارح. يعني انا بقى يعني في، لا في حاجات، في حاجات كتيره تخلي الاهلاويه بقى الذين يقصون على الاهلي في كل حاجه، فين مجلس الاداره، فين مش عارف ايه، يا جماعه ده مش كده، مفيش حاجه كده في الدنيا. مفيش ان انا القي على المسؤول كل الازمات لازم يحلها، والا هتبقى على حساب الالتفات على العمل الجاد الذي يدور في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي بخلان، لان اللي يصرف 380 مليون جنيه على النشاط الرياضي محدش يقول له فك الكيس. الفكره كلها انك تجيب الناس المناسبه. هل ما راحش جاب محترفين؟ جاب بعضهم، موفق في الالعاب جاب بعضهم، موفق بعضهم لا. عايزين كواليتي اعلى مؤكد، عايزين احلى حاجه في الدنيا. لكن ما احنا قلنا 100 مره دي مش معلبات تقدر تعرف الصنف الجيد من الصنف اللي ينجح معاك. ده بشر، ينجح هنا هنا يتعثر، ويجيب واحد ما عندكش يعني احساس ان هو كان هيفرح هو اللي يشيلك وينور معاك. وكاس العالم بيقول على فكره الكلام ده. لما تشوف نجوم كاس العالم ده هتجد مجموعة. هو حد يقول ان فرنسا من غير بنزيمة اهم لعيب عندها، اللاعب الاول على العالم النهاردة اعلن اعتزاله دوليا. ما هو خلاص بقى الراجل امتى هيلعب دولي خلاص. هو اذا كان عايز يلعب في كاس العالم حظه عاثر يعني. وما تجملش كريستيانو رونالدو فين؟ اذا دورة الحياة والتاريخ بتقول ان نجوم الكبار مهما ادوا، لكن احكام الطبيعة اقوى من العطاء. عندما زي ما قال زيدان هذه الجملة العبقرية، عندما لا يستجيب الجسد لنداء العقل. أنا بفكر في الكورة كده، جسمي مش مهودنا أنفذها بالسرعة اللي تمكنني أتفوق على اللي قدامي، يبقى ده الجرس اللي بيقول لي كفاية عليك يا واد كده. هذا هو الذي نطلبه، إن إحنا كلنا نعيش في جو كل واحد معني بمكانه، ملوش دعوة بغيره، يحاول يطور إلا إذا غيره راح خد حاجة من حقه ويقوم يقول دي حقي ويجيب يقيم الدليل عليها ويتقفل الموضوع. إنما ما افضلش في ديلمة الإلحاح عشان الناس يعني تتعاطف وجر مجموعة من الناس اللي تحب تصدق هذا الكلام. أنا أشفق على الجماهير لأنها ضحية إلحاحات إعلامية ما بتقوداش للصح دايما. لأسك منه فيه. ما أحيانا بقول لك أنت عندما تكون في مش لاقي حل هتقول اصل انا وانا 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 شمعنا هو اصلك وبس. ما تنساش ان كل ما هتشده هيلسعك لانه اصلك منه فيه. اذا كنت مش عايز تتلسع فكر في حاجه تانية بقى ملاش، لان الشراب ما بيعملكش حاجه. واخد بالك؟ هو انت لما بتلبس شراب باسك ما بيتدلدلش، ادي الميزه الوحيده، دي الحاجه الوحيده، لكن مش هيقودك الى نجاحات. ومش هيقودك انك ما تشربش اللبن بالليل، ومش هيقودك انك تمشي من غير بطاقه، ومش هيقودك ان انت ما تخافش من الضلمه، ملوش دعوه. كل ده مجرد شراب يسوف حجمه. انما الاسقاطات بقى مش هنخلص.